هروح معاك لموضوع تاني. في ظواهر كتيرة قوي سامعين عنها، يمكن امبارح برضو مرة تانية يقول لك ايه، انه وكالة الفضاء الأوروبية بتحذر من كويكب ضخم قد يضرب كوكب الأرض في سبتمبر القادم. ده طبعا بيبقى اعلان لكل الوكالات، لكن لما تخش في متن الخبر تلاقي ان دي مثلا فرصة واحدة ما بين 7000 فرصة. الحاجات دي بترصد ازاي؟ وهل احنا بنحسبها ولا دي وكالات الفضاء بقى لا اللي زي ايوه حسابات ناسا؟ فلكيه برضو انه كواكب او بتاع، بس ما بيحصلش انه كام من كام سنه كام مره كوكب نيرو ولا مش عارف ايه هيضرب الارض، كواكب مش عارف ايه حصل ضرب الارض ولا لا حاجه. لا طب ما كل السوشيال ميديا الواحد بيطلع خبر زي للاسف بس هي الاعلام. بتبقى اخبار، يعني خلينا اخبار سوشيال ميديا، بس هي بتبقى متاخده من برضو بس حضرتك متاكد ان وكاله انباء او وكاله فضاء قالت كده؟ ما هو بيبقى بس بتبقى باينه ايه احتمال، طبعا بتبقى رصده بدقه، احتمال من 7000 احتمال طيب اللي هو شيء نريح ال 6999 بالظبط كده. زي للاسف يعني برضو ما عشان انا بس حضرتك عشان انوه نوضح برضو للناس الاعلام، اللي اصول بتنصات الاعلام يتحقق من الخبر. بالظبط.